il a raison. On voit plus de football. ما غاديش ندخل معاه انا. لا لا من تاك المستوى اللي انا نشوفه فيه في كرة القدم ماهوش مستوى كبير. ماشي مستوى كما يقول مستوى تاع اوروبا ولا مستوى تاع الجزائر. تاع الجزائر قسنا عنده الحق مستوى تاع الجزائر. اسكو سي نورمال جواري صار بالشيشة حتى 14 ما يضرب خمسة شيشة عبا خمسة شيشة يا بومبا كومي كيف يكشف ما مش قاعدوا في مية في مية تلقى واحد لا 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 في لا لا في في الألف دو مليون صيبوا نص واحد على بالنا وش صاير في القناة أني عارف وش صاير في الفوتبول الجزائري أني عارف القلب الداخل أني عارف شيخ أنا سامحني أنا ولا ما أنا داخلين ما في التريون مع اللي جوار يحكي وليد هذا راح يولي يمشي هكذا كل شيء فو انا ولا ما عندي صحابي تاع هذا الجو الحمد لله ما نعرفش رسمو اللي كاين دي جوار نعرفوهم اللي مربيين نعرفو كاين يلعب في سطيف يلعبوه في السي ار بي كاين في المولوديه كاين كلكو جوار اللي نعرفهم انايا ولاد عائله ولاد اصل مي كاين اخي اش بك اسكو سي نو انا جو سي با كونتر لي جوار لي جوار والله ماني كونترهم خاطرش الجوار لو كان صايب واحد لي كيما هذيك المراه ولا صابت راجل راهي متسامح تكتفوا ولا ما صابتوش تخرج هي تروح تجيب القوت لاولادها يا اخي هكذا الجوار كيف لازم يصيب دي ريسبونسابل تري سيريو وهذا يصيب هذا صح سي كوم سا لو فوتبول يا اخي ومن بعد نقولوا احنا الجزائر نحبوا الوطن نحبوا ما تحبوش الوطن ملي تنوض وانت تتكيف ملي تنوض وانت تسهر لونترينور يقول لك هكذا تبتم تعمر له جروب يجي ولا يصدموا عليه تروح تخدمها مع هذاك المسؤول باش خاطرش باش تلعب وهذاك اسمع انا عارفين كاع واش كاين ما كلام